السلام عليكم. عند المدخل الغربي للمدينة المحاصرة من الجهات الأربع تم إطلاق النار على ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام من قبل ميليشيا الانقلاب. وذكر شهود عيان إن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية منعت أوبراين من دخول تعز للاطلاع على الأوضاع الإنسانية في المدينة. الحكومة أكدت أن منعه من زيارة المدينة يكشف حجم معاناة تعز وما تعيشه من أوضاع إنسانية غاية في الصعوبة، وأن الميليشيا الانقلابية تحاول جاهدة التغطية والتستر على الجرائم التي تقوم بها من قصف للأحياء السكنية وتهجير للسكان وحصار على المحافظة. قيادة الجيش الوطني في محور تعز من جهتها عبرت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لإقدام ميليشيا الحوثي وحليفهم صالح على جريمة استهداف ومنع دخول وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والوفد المرافق له إلى مدينة تعز للاطلاع عن كثب على الوضع الإنساني والمعيشي داخل المدينة. وبحسب تأكيدات قيادة المحور، قامت الميليشيا الانقلابية بإطلاق النار بكثافة على الوفد، وتم إيقافهم في غراب منفذ غرب المدينة ومنعهم من دخول المحافظة حسب موعد الزيارة المقررة. مشاهدينا الكرام، المسؤول اليمني يناقش تداعيات منع أوبراين من الاطلاع على الوضع الإنساني في تعز المحاصرة. لماذا تخشى ميليشيا الانقلاب من الاطلاع الأممي على المأساة الإنسانية في تعز؟ وما موقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من تصرف الميليشيا تجاه مبعوثها الإنساني؟ مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة أرحب بضيفتي هنا في الاستوديو الأستاذة نبيلة سعيد الإعلامية. مساء الخير أستاذة نبيلة. مساء. كما سينضم معنا لاحقا الأستاذ البراء شيبان الباحث في مجال حقوق الإنسان عبر سكايب، وأيضا معه آخرون عبر الهاتف. بداية أستاذة نبيلة، نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نبدأ الحوار. صباح اليوم كان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن أوبراين في طريقه لزيارة محافظة تعز استجابة لدعوة محافظها، لكن الحوثيين منعوا المسؤول الأممي من الوصول إلى المدينة. فما الذي يخشى الحوثيون أن يطلع عليه أوبراين؟ الحكومة أكدت أن منع الوفد الأممي من زيارة المدينة يكشف حجم معاناة تعز وما تعيشه من أوضاع إنسانية غاية في الصعوبة، وأن الميليشيا الانقلابية تحاول جاهدة التستر على الجرائم التي تقوم بها من قصف للأحياء السكنية وتهجير للسكان وحصار للمدنيين. السلطة المحلية أيضا عبرت عن استنكارها وقالت في بيان لها أن منع أوبراين من الدخول من منفذ غراب يعبر عن الإفلاس الأخلاقي الذي وصلت إليه ميليشيا الحوثي والمخلوع. تعز المدينة المحاصرة منذ عامين يقف أثار الدمار فيها شاهدا على وحشية القصف الممنهج من قبل الميليشيا، ومفسرا لقلقها من وصول مسؤول أممي رفيع ليشاهد جرائمها في المدينة ويسمع من سكانها وجها لوجه. آخر ما فعله الحوثيون في تعز كان تهجير أهالي قرية تبيشعة في بلاد الوافي وتفجير بعض منازل المعارضين فيها. تعز منذ عامين تعد مدينة غير مرئية للمنظمات الدولية والمحلية رغم الحجم الكبير للانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا، وهذا تجاهل لم يفهمه أبناء تعز حتى الآن. في وقت سابق اتهم مسؤولون في المحافظة وفي وزارة حقوق الإنسان المنظمات الدولية بعدم المهنية في التعامل مع تعز، وذلك إثر تقرير لمنظمة العفو الدولية تناول حادثة غير واقعية وتجاهل الجرائم اليومية بحق المدنيين. تظل تعز هي اللغز الإنساني والعسكري الأكبر في المعركة، ويظل تحريرها مسؤولية الحكومة الشرعية والسلطة المحلية كونها كما يصفها كثيرون مفتاح حل الأزمة في اليمن. مشاهدينا الكرام، إذا نناقش هذه الحلقة مع ضيفتي نبيلة سعيد الإعلامية. أرحب بك مجددا أستاذة نبيلة. كان الكثير ينتظر زيارة أوبراين لتعز لما تحمله من يعني أهمية كبرى للاطلاع على الملف الإنساني عن كثب في تعز. ما الذي يشكل منع أوبراين بهذا الشكل من قبل الميليشيا برأيك؟ هناك نقطة مهمة يعني لابد أن نذكرها دائما، أن ستكمل عامين وتعز هي المنطقة على مستوى اليمن هي الأعنف جريمة، يعني أكثر منطقة شاهدة على حجم الجريمة الإنسانية التي ترتكب في حق الإنسان كإنسان هي منطقة مدينة تعز. ستظل هذه المدينة شاهد عيان. الجريمة لا تسقط أبدا بالتقادم، هناك وضع إنساني ربما تخشاه الميليشيا، ربما هناك ما هو أصعب مما تشاهده مقاطع الفيديو والفلاشات وما يرفعه بعض الإعلاميين أو المتحركين باتجاه تعريف العالم ما يحدث داخل تعز، لكن هناك ما تخشى فعليا إذا كان هذه أحد الزوايا. برغم أنه كثير من التقارير الإنسانية والتي اشتغلت عليها منظمات المجتمع المدني باءت بالفشل لأنها لم تصل إلى وصف حقيقي لما يحدث داخل المدينة، يعني مدينة تعيش بدون هواء
أكسجين وبدون ماء وبدون غذاء، وأيضا فشلت في توفير أبسط البيئات المناسبة لانتشال الجرحى أو انتشال الأوضاع الإنسانية بالنسبة للمرضى إلى حال أفضل. نعم. يعني هنا يعني تستطيع تقول أن هذه المدينة تحتضر منذ عامين، وهناك على مرأى ومسمع من العالم كله ربما يكون مبرر الآن، يعني ربما أسميه هذا مبرر، أن يدخل حتى يقال أن هناك جهود أممية وهناك جهود على مستوى من يدعون حقوق الإنسان تمضي في رفع ما يحدث، لكن حتى هذه التقارير وحتى كل من يصل إلى تعز أو يقارب الوصول إلى تعز أو يعرف أو يجسد الأوضاع هو لا يستطيع أن يتقدم بنت يعني بخطوة واحدة باتجاه عامين تعز مدينة منكوبة محاصرة، بعثات أممية تأتي إلى صنعاء وتمنع من الذهاب إلى منطقة أخرى، يعني هناك تخويف شديد لهذه البعثات، وربما يعني هل يمكن القول بأنها رسالة أيضا للمبعوث الأممي أنه يعني هذا ما كنا نحدثكم عنه أن الوضع غير آمن؟ هل هذا ما يراد؟ ربما هذا أيضا ما يراد، أو هذا ربما يعني بأسلوب أو بآخر لابد أن تعرف يعرف المبعوث ومن كان وراء وجود هذا المبعوث على مشارف تعز أن هذه المدينة فعلا هي محاصرة، وهي فعلا تنادي منذ عامين كأصعب مدينة تعيش حالة إنسانية وضعها متردي للغاية. يعني أكثر من كنا نسمع قبل حوالي 6 أشهر عن 300,000 يتهاون أمام مجاعة حقيقية، الآن نسمع عن أعداد تصل إلى 1,000,000، ويعني هناك فعلا وضع إنساني حرج. هل الأرقام أو الوصف لما يحدث داخل تعز أو وجود المبعوث أو غيره أو التقارير ستقدم خطوة باتجاه خروج هذه المدينة إلى بر الأمان؟ هذا هو السؤال الذي لابد أن يظل مطروح. يعني إذا أستاذة نبيلة برأيك، يعني أوبراين يعني وضح بتغريدة له على تويتر بأن رغم اتفاقنا مع كل الأطراف إلا أننا منعنا من دخول تعز من جهة إب، وهذا يشكل صعوبة أو متاعب كبيرة كما تحدث، لما لم يشير بصراحة للطرف الذي يعني عرقل دخول، رغم أن الجميع يعلم أنها الميليشيا التي تصدت لدخول إب؟ هو ربما يعني يكون قد وفق، لأنه هذا الوصف يعني أن هناك ما زال ميليشيا مشروعها ومشروع الموت ما زالت ممتدة ما بين إب وإلى تعز، ما زالت تشرف على عملية منع أي مساعدات إنسانية تصل أو منع نبض الحياة أن يستمر. يعني هناك جهد باتجاه منع الحياة يعني على مستوى تعز أو كل ما يقرب، طبعا تعز معروف لأن هناك مد لرفض هذه الميليشيا، فهذا أحد الإجابات. هناك أيضا ربما يستغلها كثير من الإعلاميين خاصة اليمنيين والصحفيين الكتاب اليمنيين خارج وداخل البلد، ويمكن يستفيدوا من هذه التغريدة في إيصال صوت هذه المدينة المنكوبة منذ عامين. نعم. أستاذة نبيلة انضم معنا عبر الهاتف الشيخ عارف جامل وكيل محافظة تعز من تعز. مساء الخير أستاذ عارف. مساء الخير والعافية أختي نبيلة. اهلا بك استاذ عارف. منع او منع ستيفن اوبراين من دخول تعز للاطلاع على الاوضاع الانسانيه هناك رغم يعني تجديد محافظ المحافظه والحكومه ايضا على هذا على هذه الزياره، ما يعني كيف تعلق انت وايضا يعني الحكومه بشكل عام على ما جرى اليوم؟ حقيقه ان ما حصل اليوم من منع وكيل الامم المتحده براون من اتمام زيارته الى محافظه تعز للاطلاع ثاني وعلى حقيقة استمرار هذه العصابة الانقلابية من حصار المدينة لأكثر من عامين. والذي ليست المرة الأولى، فقد سبق إعاقة الكثيرين من براوين باستثناء مفاد الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية اللي كان موجود في اليمن، والذي كانت زيارته مخصصة لمنطقة الصراري التي تداعت لها الأمم المتحدة صورة فض الحوثي أنها محاصرة وأن أبنائها يباد بصورة طائفية، واتضح في الأخير أن الكلام صحيح. ما يحصل اختي العزيزه حقيقه يجعلنا نبدا في موضوع تكررت عمليه المنع لمفاد الامم المتحده الوصول الى تعز خاصه، وال يعلمون حقيقه ان الوضع الانساني صعب للغايه في بالنسبه في تعز، وان الامم المتحده لا تتعاطى مع عمليه المنع والعرقله التي تمارسها عصابه الحوثي وقد تكررت لاكثر من مره.
هذه الأعمال يعني تضعنا في موضع الشك والريبة. ثانيا يوجد أنه يوجد منفذ آمن وسهل، فهو المنفذ الذي من عدن التربة تعز. فنحن نستغرب بحكم أن البراون كان موجودا في عدن، لماذا لم يسلك هذا الطريق وصولا تعز، ولكن فضل العودة إلى صنعاء ثم عاد إلى إب، ثم لتبدأ مسرحية العرقلة بقيام هذه العصابة باستعداد عمل معركة وهمية. مسرحية من قام بها أستاذ عارف؟ يعني هل تتوقع أن تكون الفكرة مدبرة من الطرفين؟ إحنا نوجه هما للعصابة الحوثي الإنقلابية والعصابة الإنقلابية الحوثي والمطلوع، ولكن نحن لا نبرئ أيضا الأمم المتحدة، بسبب أن الأمم المتحدة يعني لا يوجد إجراء حازم كون العملية تكررت، ورغم أن القوانين المتحدة تجرم هذه الأعمال، نحن نؤمن على أن الأخوة في الأمم المتحدة أن يتعاطوا مع هذه القضية وأن يكون لهم إجراءات حاسمة على الميدان. نعم، طيب يعني أستاذ عارف أنت قلت بأن الزيارة كانت محتملة إلى منطقة الصرار التي قيل بأنها حدث فيها إبادة، يعني لا هذه كانت زيارة سابقة يعني الموفد. إذن هل أنتم عندما كانت منطقة بسيطة في جبل نعم ونزلوا إليها نعم، وحاول الحوثي يصورها كأنها إبادة طائفية وأنها كذا، تداعت لها الممتعدة، لكن أبناء تعز الذين يقتلون بالآلاف ويحاصرون ويتقصف تعز لا أحد يستشعر به. نؤكد أنه أيضا كان هناك الاتفاق أنه بالنسبة للبراون أن يدخل من الحوبان القصوى التي لا تتعدى ربما 10 دقائق، ثم تم طلب من هذه العصابة أن يتم دخوله عبر سوفتيل لكنهم رفضوا، ثم تم على أنه سيكون عبر منفذ غراب، ثم تم تغيير المنفذ بصورة فردية عبر العصابة. يعني هذه تعطينا شك وريبة حول العملية، يعني كان بالإمكان وكان يفترض على الأمم المتحدة أن لا تدخل إلا من المنفذ الرسمي، لكنها فضلت تتعاطى مع العصابة وتمر بأكثر من منفذ بمنافذ غير رسمية وغير رئيسية. طيب هل تم التواصل مع وفد وكيل الأمين العام يعني البحث عن إيضاح حول ما حدث ولما اختار هذا الطريق ولما لم يأتي من الطريق الآمن التي وضحتموها؟ والله تواصل معه الأخ المحافظ، ولكننا من خلالكم نطالبه بأن يصدر بيان ويوضح الصورة بمفرداتها، رغم أن احنا تابعنا العملية بشكل متواصل منذ وصوله إلى منفذ غراب ثم اتجه إلى حدران، ومن ثم يعني كانت العملية وكانت له بالنسبة الجيش الوطني أصدر والمخطط يعني وضحوا فيه العملية بأنه كان هناك قصف ومعركة استحدثتها العصابة هذه بإطلاق أكثر من موقع في المقام، ولم يتم الرد من قبل الجيش الوطني والمخطط. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ عارف جامل وكيل محافظة تعز، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. وينضم معنا أيضا عبر سكايب الأستاذ البراء شيبان الباحث في مجال حقوق الإنسان من لندن. مساء الخير أستاذ براء. مساء النور وأهلا وسهلا بك يا آسيا وأهلا بالضيف الكريم. أهلا بك أستاذ براء، يعني دعني أبدأ معك من حديث الأستاذ عارف جامل، ربما لم تستمع له ولكن يعني أعطيك الأهم برأيك. يعني يتحدث الأستاذ عارف أن أوبراين فضل العودة إلى صنعاء ودخول تعز من ناحية إب، واختار منفذ صعب يعد منفذ غراب، رغم أنه كان يعني بالإمكان الدخول من جهة عدن من التربة بطريقة آمنة ورسمية أكثر. لماذا برأيك يعني تسلك الأمم المتحدة مثل هذا المسلك وتضع نفسها أمام يعني خطورة واضحة، ويعني حتى أن الأستاذ عارف يعني يشعر بأن المسألة هي عبارة عن مسرحية ربما شاركت بها الأمم المتحدة مع الحوثيين، ما رأيك؟ والله أعتقد بداية على الحكومة اليمنية ممثلة بمندوبها في الأمم المتحدة أن تتحدث مباشرة مع الأمم المتحدة وتقول يعني تقدم شكوى بالذي حدث، وتقول أنها قدمت عرض لستيفن أوبراين بالمرور عبر طريق آمل كان يمكن تجاوز مثل هذه العقبات. السبب الرئيسي أنا اللي أعتقد أنها جزء من تراكم السابق للأمم المتحدة،
الأمم المتحدة إلى الآن لا زالت تصنف أن عدن ما زالت منطقة غير آمنة، لا يجب عليهم التواجد فيها، أو التواجد فيها يكون محدود، ولذلك تعتبر أن خطر الطريق ما بين عدن وتعز أكبر بكثير من كون أنها تأتي من صنعاء. الكثير لا يعلم ذلك، ولكن صنعاء مصنفة أنها منطقة آمنة من قبل الأمم المتحدة وفريقها الأمني. بالمقابل عدن مصنفة أنها منطقة خطيرة جدا ولا يجب عليهم التواجد فيها. طبعا الذي حدث، نحن بصفتنا كأفراد في المجتمع المدني أرسلنا اليوم رسائل للعديد من الجهات. أنا حتى هنا أرسلنا رسائل للخارجية البريطانية حول ما حدث، وقالوا أكدوا لنا أنهم متابعين للأحداث أولا بأول. ما يجب فعله هو أن تقوم الحكومة اليمنية بدورها، ممثلة إما بالسفارات والبعثات الدبلوماسية أو مندوبنا في الأمم المتحدة، أن تتحرك وتظهر ما الذي حدث. طيب يعني أستاذ براء، هل يعقل يعني أن تتصرف الأمم المتحدة بهذا الشكل غير المدروس؟ يعني حتى وإن يعني اعتبرت مثلا عدن مدينة غير آمنة، ولكن أيضا المنطقة أو الطريقة الآتية إلى تعز معروف أن فيها مواجهات وأنها غير آمنة أيضا، وعلى العكس ربما ما حدث كان خير دليل. هل ربما ستعي الدرس الأمم المتحدة، أو ستستوعب أن الطريق فعلا غير آمنة وأن ربما كانت عدن أكثر أمانا بالنسبة لها؟ أنا لا أعتقد أنه من حادثة واحدة سوف تستوعب وسوف تغير من المنهجية التي تتبعها في خلال أسبوع واحد. الإشكالية أن الطرف الانقلابي يقدم دائما ضمانات للمنظمات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات أن بإمكانهم العمل من صنعاء، بينما في المقابل لا يوجد تواصل من قبل الحكومة اليمنية أن بإمكانهم أن توفر لهم أي نوع من أنواع الأمان داخل عدن. وبالتالي إذا كانت بطبيعة الحال هم يعتبروا عدن غير آمن، بطبيعة الحال الطريق من عدن وأنك تكون تحت حماية الحكومة اليمنية بطبيعتها هذا أيضا وضع غير آمن. أستاذ براء، عند هذه النقطة يعني دعني يعني أشاركك بعض ما لدي من معلومات. يعني حسب ما وصلنا أن الحكومة على العكس طالبت وبشدة بقاء الأمة يعني الوكيل العام في عدن، ورسمت له الطريق إلى تعز، يعني حدثته بأنها يعني كفيلة بإيصاله بأمان إلى هذه المناطق، ولكن هناك رفض. يعني كان هناك ضغوطات فعلية بالنسبة لها، لكن لم يوافق عليها. هو لن يتحرك بسبب أن يعني المسألة هي مسألة تراكمية. الأمم المتحدة تبني تقاريرها لفترة طويلة، وأنا هنا أشير إلى في منظومة أمنية داخل الأمم المتحدة. هذه المنظمة الأمنية اسمها UNDSS، عليها أن دائما تقيم الوضع الأمني داخل المدن المختلفة داخل اليمن. إلى هذه اللحظة الذي أنا أتحدث فيها لا زالت تصنف أن عدن منطقة خطر درجة أولى. يعني لا زالت تصنف بطبيعة أن الحال طبعا وجود بعض العمليات الإرهابية التي تتبناها القاعدة، والقاعدة بالنسبة للأمم المتحدة هي الخطر الأبرز. أستاذة نبيلة، ما رأيك بمطرح الأستاذ البراء أن تصنف عدن بالنسبة للأمم المتحدة الأكثر خطرا، تصنف صنعاء الأكثر أمنا؟ هناك قصور إذن في التواصل ما بين الحكومة والأمم المتحدة، وكما تحدث الأستاذ براء المشكلة تراكمية وليست وهناك تصنيف أعنف، أنه يعني هناك أيضا أنه تصنف إلى اللحظة لم تصنف الأمم المتحدة الميليشيا هذه بأنها جماعة مسلحة أو جماعة حرب أو مجموعة مجرمة. هذا لم يحدث، ولم يكن هناك حتى تقرير جاد ومسؤول حول وصف الجرائم وتحديدها أنها جرائم حرب ضد الإنسانية أو ضد الإنسان. هذه لم تحدث. يعني أنا ربما أميل إلى أن هناك تنسيق تكتيكي ما بين الميليشيا الحوثي وما بين مثلا الأمم المتحدة أو الأمم المتحدة أو ما يعني. هل ربما أستاذة نبيلة دعينا يعني ننظر لها بجانب آخر. هل مثلا ميليشيا الحوثي قادرة على أن ترسم نفسها بصورة أكثر جمالية مع الأمم المتحدة بالنسبة لتقاريرها، بالنسبة لتواصلها؟ ربما استطاعت أن تظهر بمظهر المظلوم، حتى يعني لاحظنا في كثير من زيارات البعثات الأممية يذهبون إلى صنعاء على مستوى حتى
يعني ولد الشيخ هو يتحدث أن صنعاء حزينة ومنكسرة وما إلى ذلك، يعني يذهبون به إلى ربما مناطق. أيوة، ربما تعيش اليمن منذ سبتمبر 2014 تغيب إعلامي حقيقي لما يحدث داخل اليمن في الوقت الذي يسمح، أو هناك تجاوب حقيقي لميليشيا الحوثي أن تعبر عن نفسها كحالة سلمية. لا. في الوضع الآخر هناك فعلا محاولات لإجهاض أي محاولة لتشخيص الوضع الإنساني أو تشخيص الوضع العام السياسي أو العسكري الحاصل في داخل البلد. غير كذا الآن الخطورة كبيرة جدا في أن الوضع داخل تعز يراهن عليه بتقرير، ربما يكون في تنسيق لتغييب المعلومة الحقيقية، ربما تزييف لأنه هناك كارثة حقيقية فعلا موجودة داخل تعز أو منطقة تعز، هي المنطقة التي تحرق الحوثيين حقيقة وتحرق الأمم المتحدة وتحرق كل من ينادي بحقوق الإنسان. هذه المنطقة ستظل وصمة عار على كل من يدعي حقوق الإنسان. نعم. ما رأيك أستاذ أبراب بهذه النقطة؟ يعني هل كانت زيارة الوكيل العام أوبراين لتعز ستكشف مدى الجرائم التي حدثت لهذه المدينة، وربما سيضطر يعني تقديم تقرير واضح لما حدث هناك؟ أن ستيفن أوبراين نفسه كان قد عمل بيان سابق صادر عن مكتب الإغاثة الإنسانية للأمم المتحدة، وممضي هو عليه شخصيا أن جماعة الحوثي منعت من تمنع دخول المساعدات إلى داخل مدينة تعز. فلذلك أنا لا أميل إلى فكرة أن هناك مؤامرة أو هناك تنسيق من نوع معين ما بين الجماعة وما بين ستيفن أوبراين. الرجل انتقدها في أكثر من محفل، واعتبرها أنها سببت في منع دخول الغذاء والدواء لأكثر من 200,000 مواطن. إذن لما لم يكن أكثر وضوحا في التغريدة التي يعني أنزلها اليوم بما حدث؟ أنا أعتقد أن المسألة مسألة وقت على بال يعني أن تخرج كل الحقائق. في الأخير هو في الأخير يجب أن تنظر المسألة من ناحيته هو. قيل له أن هناك اشتباك، وأن هذا الاشتباك بالأكيد الجماعة الحوثية ستصور المسألة أنه من 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 قبل جماعة المقاومة، وبالتالي اضطروا للعودة. ولكن الأمور ستتبين، يعني الأمور ليس لا يعني لا يعني ليس بهذه الطريقة. المسألة مسألة وقت، مسألة وقت لا أكثر. إذا يعني تتفق مع فكرة أن الميليشيا تستطيع أن تصور نفسها بصورة سلمية؟ هي تستطيع أن تصور نفسها بطرق سلمية إلى حد ما، ولكن أنا أريد أن أقول لأنه في المقابل لا يوجد من يتواصل بشكل دائم مع الأمم المتحدة ومع كثير من الجهات في سبيل أننا نستطيع أن نوفر لكم ما توفره جماعة الحوثي. مثلا على سبيل المثال، وخلينا أكون هنا صريح ولو يسمعنا بعض المسؤولين، نحن لنا فترة من أكثر من أسبوعين نحاول أن ننظم دخول صحفيين إلى داخل مدينة عدن وإلى داخل مدينة تعز، هذا على سبيل المثال. الذي يرفض إعطاهم الفيز هي سفارتنا على سبيل المثال، يعني أنا أعطيك أمثلة ولا أريد أن أتحدث، هناك أمثلة كثيرة. يعني أنا عندما أعاق أن يدخل الصحفيين ويمنعوا من الدخول إلى محافظة عدن، في المقابل هم سيذهبوا إلى صنعاء، وإذا ذهبوا إلى صنعاء بالأكيد هم لن يلتقوا مع جماعة الحوثي. وهكذا النتيجة تراكمية، النتيجة ليست من يوم وليلة فقط وتحدث مثل هذه التقارير، العملية تراكمية. وهذا الآن موقف، هذا قد يكون يحسب لصالح الحكومة الشرعية ولكن يجب أن تتبعه خطوات كثيرة. نعم أستاذ براء، أنت والأستاذ نبيل، اسمح لي أنت والسادة المشاهدين، أنتم والسادة المشاهدين أيضا، أن نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم ضيفي الكريمين الأستاذة نبيلة والأستاذ البراء. أستاذة نبيلة، يعني كان قبل الفاصل الأستاذ البراء يتحدث عن نقطة مهمة، وهي دائما ما نتحدث فيها في أكثر من حلقة، ضعف التواصل الحكومي مع الجهات الأخرى، مع المجتمع الدولي، مع منظمات حقوق الإنسان. يعني تحدث كضرب مثال، يعني منع بعض الصحفيين من الدخول إلى عدن أو إلى تعز لرصد الحالات التي يمكن أن تميل على الأقل الكفة بالنسبة للمجتمع الدولي. كيف تعلقين على هذه النقطة؟ أولا تعز هي تدفع ضريبة حفاظها على الشرعية، وكان مفترض من الحكومة أن تكون أن تمد أو يمد يد الوفاء لها بإرسال
مراسلين أو صحفيين أو السماح لكتابة تقرير إنساني يرتقي بمستوى الوضع الذي يحدث. يعني هناك جهد مفترض يكون جريء إلى حد ما من قبل الشرعية في اتجاه توصيف الوضع وفي اتجاه بناء تقارير حقيقية. هناك جهود لابد أن تبذل، ولا بد يكون على رأس هذه الجهود اللي يحافظ عليها والذي يؤتي والذي يوصلها هو الحكومة. هذا هو هذا الصح، يعني لأنه تعز صمود هذا تعبير عن ماذا؟ تعبير عن حفاظها على هذه الشرعية حتى تخرج البلد إلى بر الأمان. نعم. إذن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ نجيب قحطان مدير مكتب الإعلام بتعز من تعز. مساء الخير أستاذ نجيب. مساء النور والعافية. أهلا بك معنا أستاذ نجيب. بداية، كيف تعلقون على ما حدث اليوم؟ يعني محاولة أو منع الوفد الأممي للدخول تعز رغم الكثير من المناشدات التي طرحتموها أو التي ضغطتم بها على الوفد الأممي للدخول من عدن الأكثر أمانا. نعم يا أستاذ العزيز، أرد التوضيح أولا أنه منذ يوم الأمس هناك تنسيقات واتفاقات في حتى منتصف الأمس تمت مع الوفد الأممي، بحيث تم تحديث 3 أماكن لزيارتها في تعز من قبل ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية. نعم. تمثلت هذه الأماكن بمستشفى الأمومة والطفولة الكائن في النقطة الرابع، إضافة إلى مدرسة اليرموك للإطلاع على نازحي منطقة تبيشع الذين يتخذون من هذه المدرسة في وادي الدحي مسكنا بديلا لهم، إضافة إلى اللقاء مع السلطة المحلية ومنظمة المجتمع المدني من أجل تفعيل العمل المشترك مع منظمة المجتمع المدني. ظل التواصل مع الوفد الأممي حتى صباح اليوم منذ وصولهم من محافظة إب، وكان كل شيء على ما يرام. في الساعة الحادية، ولكن في الساعة 11 ظهرا تم إبلاغ ممثلي السلطة المحلية من قبل ممثلي الأمم المتحدة بأن منطقة دخولهم قد تحولت من مدخل غراب إلى مدخل مصنع السم والصابون. وأثناء تحرك بعض الإعلاميين وممثلي السلطة المحلية إلى مدخل السم والصابون، فوجئوا بإطلاق رصاص كثيف جدا من قبل الحوثيين، إضافة إلى استخدامهم للسلاح الثقيل الذي كانت بمثابة إشارة لمنع المبعوث الأممي للدخول إلى تعز، حيث تم اختراق معركة وهمية من قبل الانقلابيين، وبأن هناك اشتباكات فيما بين الانقلابيين وبين الجيش في تعز حتى يمنع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة من دخول وزيارة تعز. نعم. إذن يعني لماذا يعني اختار الأمين العام الدخول من هذه المناطق أو من صنعاء، يعني مرورا بإب ويعني تعز من منفذ غراب، لما لم يدخل من عدن وقد كان لديكم في نهاية الأمر؟ نعم يا أستاذ العزيزة، بالنسبة لخارطة الطريق مرور وفد الأممي الممثلة بوكيل الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية هي محددة سلفا من قبل الوكيل المساعد للأمين العام وليس من قبلنا. نعم. لأن الأمم المتحدة هي معنية أصلا بالدخول إلى تعز عبر الطريق الرسمي لتدرك حقيقة الحصار الحاصل على تعز. نعم. طبعا نحن في السلطة المحلية تم طرح مقترح من قبلنا بأنه هناك طريق، إذا كان ولا بد المرور عبر الحوبان، هناك طريق عبر شفتيل ثم عبر كلابة والمرور إلى داخل المدينة، وهي طريق مختصرة جدا. نعم. إلا أننا فوقينا أن المبعوث الأممي أبلغنا بأن الدخول سيكون عبر طريق غراب، بل أنه تم إخبارهم بأن هناك طريق عبر التربة من عدن، وإضافة إلى طريق الضباب وهو المدخل الرئيسي الآن والمسموح الوحيد للدخول إلى تعز، وهذا الطريق آمن يتم عبره دخول الإغاثات والمساعدات ويمكن المرور عبره بكل أمان. إلا أنهم ربما تم، أنا أقول لا أقول أنه هناك مؤامرة بين الحوثيين وممثل مجلس الأمن، لكن تم خدعهم أو خداعهم من قبل الحوثيين حيث أبلغوهم بأن الطريق آمنة عبر صنعاء، وبأنهم جهزوا كل الأمور لمرور هذا الوفد الأممي للدخول إلى تعز، ومن أجل ذلك اختار الوفد الأممي
طريق صنعاء عبر شارع 60. نعم. لكنهم فوقوا فعلا وتم خديعتهم. ربما نقطتك هذه استاذ نجيب تتفق فيها مع الاستاذ البراء على قدرة الحوثيين بإقناع الأمم المتحدة بالطرق الأكثر أمانا. تحدث الأستاذ البراء شيبان وهو ضيفنا عبر سكايب بفكرة أن المسألة تراكمية بالنسبة للأمم المتحدة، صنعاء بالنسبة لها هي الأكثر أمانا، عدن ما زالت هي الأكثر خطورة، فبالتالي يعني هل يمكن القول أن هناك ضعف في الحكومة في على مدى التواصل مع الأمم المتحدة؟ يعني كما تحدث ضيفنا أن المسألة تراكمية وليست آنية بوقت الزيارة. هو لا نسميه ضعف بالمعنى الحقيقي. كما تعلمين أن المنظمات الدولية عاملة في اليمن منذ فترة طويلة، معظم العاملين فيها أصلا ينتمون إلى أجهزة معينة ربما تبع الحكومات الانقلابية، وهؤلاء لا زالوا حتى الآن يعملون في تلك المنظمات ولهم اليد الكبرى والصوت الأقوى ربما في التأثير على العالم الخارجي. إضافة إلى أنه للأمانة قد يكون هناك بعض التساهل من قبل الحكومة الشرعية وعدم إدراكها للأهمية في مثل هذه الأمور من حيث الترتيب الحقيقي والمسبق مسبقا لمثل دخول هذه الوفود أو الصحفيين أو حتى القنوات الإعلامية. نعم. حتى يكونوا على اطلاع عن قرب من المشهد الحقيقي الذي يدور في المدن المحافظة. نعم، وربما هذا الضعف أستاذ نجيب أو القصور الذي يعني تقوم به الحكومة هو مؤثر بشكل أو بآخر على أدائها وعلى أيضا معرفة العالم بما يجري. نحن ندعوك يعني بحكم أنك مدير مكتب الإعلام بتعز لفتح المجال للإعلاميين، يتحدث الأستاذ البراء يعني بالتواصل مع الحكومة أيضا لفتح المجال للإعلاميين من الخارج للدخول إلى عدن إلى تعز. يعني السفارة في لندن منعت إعطاء الفيز لبعض الإعلاميين للدخول إلى هذه المناطق التي تعتبر يفترض أن يعني أن تقوم الحكومة بإيصال رسالة بأنها آمنة وعلى الصحفيين والإعلاميين بالتواجد بهذه الأماكن، وبالتالي ستتحرك الأمور وستأتي المنظمات الأممية والمنظمات حقوق الإنسان. شكرا جزيلا لك أستاذ نجيب قحطان مدير مكتب الإعلام بتعز، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. عودة إليك أستاذ البراء، يتحدث الأستاذ نجيب عن نقطة ضعف فعلية في الحكومة، ولكن أيضا طرح نقطة بقاء بعض المنظمات في صنعاء وعملها من هناك وتنسيقها أيضا مع جماعة الحوثي بشكل أو بآخر بسبب وجودها هناك، ما رأيك؟ هو بطبيعة الحال عندما تكون كل الزيارة تأتي إلى صنعاء أخير هؤلاء بشر سيتأثروا بما يروه من داخل يعني من 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 تغطية من داخل صنعاء. الكثير هذا صحيح، الكثير لا يتواجد داخل المناطق المختلفة، والنقطة الأساسية نعتقد أن كثير منهم مستجد، فكثير منهم أصلا لم يعني يشهدوا الانقلاب بكل تفاصيله، يعني هم بعضهم قد تكون تعين في 2015 2016 حتى بعضهم، فلذلك هم لم يشهدوا الانقلاب بكل تفاصيله، ومن السهولة أنهم يروا جزء فقط واحد من الـ من الـ يعني جزء واحد من الـ من الإشكالية. النقطة التي أريد أن أقولها أنه عندما تكون هناك فرص بإدخال إما صحفيين أو عاملين إغاثة أو أي مجالات من مناطق مختلفة وتحديدا مدينة عدن، يجب على الحكومة اليمنية أن تتحرك بسرعة. وإذا أردت أن أكون أكثر دقيقا، السفارة التي منعتها على سبيل المثال منعوا هؤلاء الصحفيين من الحصول على فيز من سفارتنا داخل تركيا ومن سفارتنا داخل دبي، واحدة صحفية أنا كنت أريد أن أدخلها منعت من الحصول على فيز من السفارة داخل لندن. هذه ثلاثة حالات. نحن نعمل بشكل متواصل فقط من أن ندخل الصحفيين حتى يروا جزء آخر من القصة، وهؤلاء الصحفيين يعني خصوصا الصحفيين الذي يريدوا أنهم يروا جانب آخر أو أنهم يعتقدوا أن هناك جزء آخر من القصة لم يتم تناولها في الإعلام بشكل سليم. هل يمكن أن نعول على مسألة منع هؤلاء الصحفيين بأنها يعني محاذير أمنية أكثر يعني من تعريضهم للخطر ربما، خاصة أنهم يعني لم يأتوا عبر جهات زيارات فردية؟ يعني أولا العمل الصحفي هو شبيه للعمل الإنساني، يجب السماح له بالدخول ومشاهدة الوضع، وفي الأخير هو يتم التنسيق من ناحية الوضع الأمني من قبل
ويدرك المدة التي سيقضيها وكل هذه التفاصيل. في الأخير هناك صحفيين كثير دخلوا ولم يجدوا أي مشكلة، ولكن عندما تكون على سبيل المثال صحفيين بالحرف يقال لهم من قبل جماعة الحوثي تعالوا إلى صنعاء وإحنا بنعطيكم الفيز من المطار فقط، يعني تعالوا عبر طائرات الأمم المتحدة ونحن سندخلكم عبر المطار، فهذه إشكالية. طبعا النتيجة المحصلة النهائية أنهم سيروا هذا الجزء فقط من المشكلة ويروا أن الطرف الآخر غير متعاون، وربما أنهم يحاول أن يخفي أيضا، ربما يحاول أن يخفي شيء معين. نعم. إذا أستاذ نبيلة، كما تحدث الأستاذ البراء، يعني تظل هناك علامة استفهام كبيرة على الأداء الحكومي في هذه النقطة بالذات، يعني عوضا عن فتح أبوابها للعالم والتواصل الدائم بمختلف القنوات الصحفية والرسمية، هناك حاجة مستمرة وملحة للإعلاميين اليمنيين أن يتحركوا بشكل أسرع وشكل أكثر، يعني أكثر توأمة في نقل الصورة عن الوضع الإنساني في اليمن. هذه دائما ستظل المساحة التي لابد أن ينطلق منها كل الإعلاميين. اسمح لي هذا النقطة أستاذة نبيلة، يعني أنا أرى أن الإعلاميين يعني الذين يعملون في القطاع الخاص أو بجهد شخصي أظن يعني أنهم يعملون أكثر مما هو مطلوب منهم، سواء في المجال الحقوقي أو الصحفي، الذين كثير من الشباب المتعاونين الذين يظهرون معنا دائما. لا، أنا أتحدث عن وضع القنوات الخاصة أيضا، لكن الإشكالية الحقيقية هي في القنوات الرسمية. أوكي. في الصحف الرسمية. أوكي. في الإعلاميين الرسميين، يعني الذين يفترض أن لديهم الدعم، لديهم التوجه الحقيقي، لديهم هذا. نعم. هو هذا جهد كبير جدا تتحمله حكومة الشرعية في رفض هؤلاء الإعلاميين. حتى يعني أنا أسمع إعلاميين يقول أنا أشتحق المواصلات عشان أنقل فقط الصورة الحقيقية عن ما يحدث داخل، تعرف في بعض المناطق الصعب يصل إليها مثلا مقطع فيديو أو فلاش، يعني هذه الأشياء ربما تواجه صعوبة وأنت بإمكان الحكومة الشرعية أن تنقلها مباشرة أو تعيد أو تعين هؤلاء. أنا المتحدث عن الإعلاميين أبدا أنا يعني أعرف أن هناك جهود حقيقة يعني، لكن نحن نحتاج إلى جهود أصبحت أكثر مهنية، يعني الفلاش لابد أن يتحرك بأكثر من لغة، المقطع الفيديو بنفس الطريقة لابد أن تصل، يعني أضمن أن تصل هذه إلى أكثر من، يعني تشكل ضغط للرأي العام العالمي والمحلي. يعني وأنا أؤكد يعني على هذه النقطة، وبهذه المناسبة يعني أود أن أشكر كثير من الشباب المتعاونين، يعني سواء معنا أو مع غيرنا. هناك شباب كثير في دول أوروبا، في أمريكا أيضا، هنا في تركيا. أيوة. يعني منهم البراء، منهم يعني أستاذ توفيق في المجال الحقوقي، لا أريد أن أعدد أسماء، يعني كثير. إحنا كثير ربما يعني نستفيد من هذه النقطة، رسائل عديدة. أيوة. للعالم ممكن نستفيد من هذه النقطة، نحن الآن ندعو إلى رابطة إعلامية على مستوى العالم توثق الحدث الحاصل. هناك فعلا قصص، البراء يقول أن هناك صحفيين يريدون أن يشهدوا جزء من القصة الأخرى، يعني هناك قصص لم تظهر على السطح ولم تعرفها المنظمات التي. نعم. كتبت تقارير عن الوضع الإنساني في اليمن. نعم أستاذ براء، يعني نحن نشيد بجهودكم حقوقيا، يعني هل ترى أيضا أن هناك قصور في هذا الجانب وهي اللغات الأخرى، يعني الترجمات، المواقع التي تتحدث عن الانتهاكات الإنسانية، التقارير التي لابد أن تكون مترجمة بأكثر من لغة، يعني الأداء ربما الحقوقي في مجلس حقوق الإنسان العام الماضي كان أفضل بكثير من العام السابق، هل يمكن أن نشهد في هذا العام القادم أداء أفضل سواء في المنظمات الحقوقية أو الأداء إعلامي رسمي وخاص؟ مسألة الأداء الحقوقي، أن الكثير من الإعلاميين والكثير من الحقوقيين المتواجدين في مناطق مختلفة حول العالم، عندما نتواصل مع كثير من الجهات نحن نقول لهم نحن لا ندعي أن نحن نملك كامل القصة، ولكننا ندعي أننا نمتلك جزء من القصة أنتم لا تمتلكوه، وبالتالي نحن نستطيع أن نريكم جزء آخر من القصة مهم كذلك يجب التعاطي معه. هناك بعض الأحيان تجاوب، وهناك بعض الأحيان عدم تجاوب، ليس دائما تكون النتيجة أنك مجرد التواصل سوف يتم التجاوب. في الأخير أنا أعتقد أيضا هناك إشكالية أننا نجد أطراف تستطيع أن تقدم لنا كأطراف مهنية حقيقية تستطيع أن تقوم بتقارير موثوق فيها من على الأرض، إما داخل محافظة تعز أو عدن أو غيرها من المناطق. ولكن طبعا النقطة الأساسية التي أريد أن أشير إليها في الأخير، الحكومة اليمنية لديها مسؤولية حماية المدنيين. في الأخير كل هذه الجهود التي يبذلها سواء حقوقيين أو إعلاميين، هذه جهود فقط هي أدوات لإظهار جزء آخر من القصة.
المسؤولية الأساسية هي تتركز في أن الحكومة اليمنية لا تريد شرعية أحد، حتى أنها إما أن تحرر مناطق أو أنها تحمي المدنيين من سيطرة جماعة الحوثي. قضية تعز كان يمكن أن نتخلص منها منذ فترة طويلة لو كانت هناك جدية للتحرير داخل محافظة تعز وغيرها من الأمثلة. هذه الحكومة اليمنية لا تحتاج الإذن، هي حكومة شرعية مهمتها القيام بحماية المدنيين، هذه هي مسؤوليتها، مهمتها حماية مواطنيها. إذن هذه مهمة الشرعية، ما هي مهمة الأمم المتحدة بعد الذي حدث؟ هل سنكتفي بتغريدة أوبراين أم أن هناك موقف يفترض أن يتخذ مع ما حدث؟ أنا أعتقد أن هناك فرصة، أنا أعتبر فيما حدث فرصة حقيقية، يجب على إما المنظمات المجتمع المدني سواء العاملة في داخل تعز أو خارج محافظة تعز بإرسال رسالة احتجاج إلى أولاً إلى مبعوثهم داخل اليمن، ثم إلى مكتب ستيفن أوبراين، وبالتالي بعدها على طول تقوم الحكومة اليمنية بأخذ هذا الاحتجاج وأن تحتج هي نفسها عن كونها حقيقة عرضت على مندوب الإغاثة الإنسانية على أن يمر من طريق آخر، ونتيجة لهذا الرفض تمكنت جماعة الحوثي من أنها تحجب جزء مهم من الزيارة. يعني أعتقد أنه يجب استغلال مثل هذه الفرص وأن لا نجعل هذه الحادثة أن تمر مرور الكرام. نعم، إذا تحدث الأستاذ البراء عن استغلال هذه الفرصة. نعم، يحدث جلبة أو تداول إعلامي قوي جدا على مستوى تغريدة إبراهيم هذا الآن، مهمة جدا جدا في أنه لماذا تم التكتم أو عدم التصريح بمن الفاعل الحقيقي لعرقلة هذه الزيارة. هذا جانب. الجانب الآخر، ربما تتحول أو تتعاطى هذه التغريدة على مستوى عالي حتى ربما تسلط الضوء بشكل أو بزاوية أخرى عن الوضع الإنساني الذي يتقصد أيضا إخفاؤه عن وجه العدسة. ماذا عن الحكومة؟ كيف يمكن أن تستغل مثل هذه النقطة؟ هذه القيمة المضافة في الحدث بكامله. هناك واجب ومسؤولية أخلاقية ووطنية تجاه الشرعية، أن لابد أن يكون هناك زخم حقيقي باتجاه دعم الإعلاميين وكل من يملك أداة سواء كانت قلم أو كاميرا أو هذا في توثيق الحقيقة. الآن الكرة في ملعب الحكومة الشرعية حقيقة في دعم كل المبادرات التي توضح أو تجلي الصورة عن الوضع الإنساني في تعز يعني بشكل خاص. نعم، إذن شكرا جزيلا لك البراء شيبان الباحث في مجال حقوق الإنسان، كنت معنا عبر سكايب من لندن. الشكر الجزيل لك أيضا أستاذة نبيلة سعيد الإعلامية، كنت معنا في الاستوديو، وشكر كذلك للأستاذ عارف جامل وكيل محافظة تعز والأستاذ نجيب قحطان مدير مكتب الإعلام بتعز، ولكم أيضا أنتم مشاهدينا الكرام. إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كنوا برعاية الله وأمنه.